السلام عليكم. انا الان كنت واجد في المدارة ديال تيكيوي، والمدارة اللي جاية من طريق مراكش كما كنشوفوا معايا هنا، هذيك هي طريق مراكش. غنكبر لكم الصورة قبل ما تطلع معها. الطلعة هذه راه كيكون واحد سد قضائي ديال البوليس، تحية للشرطة المغربية كما كتشوفوا معايا هنا. هذا هو لورون بوان، الا درتي على اليسار راه كتدخل لتيكيوي، سينو مشيتي نيشان. الا مشيتي نيشان راه كتمشي تقدر تمشي تاني لتيكيوين حي اساكا، ولا الا درتي على اليمين كدور لطريق مراكش. بالنسبه لهنا كاينه داك لي زانفورماسيون على التهيئه ديال محور شرق غرب ديال سميتو ديال لا بروميير ترونش لا دوزيام ترونش. لا بروميير ترونش راه شدتها موجازي، لا دوزيام ترونش راه شدتها السيكاترا كما كتشوفوا معايا هنا. جروب موجازي هو هذا اللي شد لا بروميير ترونش، وهنا دوزيام ترونش. راه كما قلنا لكم راه متبعين معنا المسائل الشركه ديال السيكاترا. بالنسبه لموجازي المقر ديالها هو كازا، وبالنسبه للسيكاترا المقر ديالها هو اكادير. بالنسبه للمتر داف راه معروف هنا سوس مسا اميناجمون، وبالنسبه للمشروع راه باين تما اميناجمون دي بارو ايست ويست دون لا فيل داكادير، ترونش بريمير ترونش الى دوزيام ترونش، ترافو دو فواري. هادشي ديما اللي كيديرو لاسينيسمون جيني سيفيل. نفس الملاحظه هنا كما شفتو في الفيديو الاول ديال هاد الصباح، هو ما دايرينش مده الاشغال، وما دايرينش نيميرو دو مارشي، وما دايرينش اهم حاجه هو البيدجي التكلفه ديال المشروع. بالنسبه للمشروع ديال محور شرق غرب راه كاين حدا مؤسسه التمييز، كيبدا حدا مؤسسه التمييز، هي هذه مؤسسه تعليميه خاصه، وهنا كاينين معلومات على فضاء الاستقبال السياحي لإدوتنا. السؤال المطروح هنا في هذه الارض هذه المجاوره ديال هنا كما كتشوفوا هنا، بحال كيبان لي هنا بحال قلتي مناطق اللي هي فلاحيه هنا، واش هنا دابا كل شيء غادي يبقى بحال كافيرج ولا غادي تستغل؟ حنا بغينا يبقى بحال كافيرج، لان اكادير صافي راه تبور بها دابا المباني الاسمنتيه كما كتشوفوا معايا. إذن هذا هو الفيديو، غادي يكون قصير الخوت. دابا غادي ندير لكم الفيديو نوريكم الطريق كي دايره. شكرا.